طبعا في المؤتمر الشعبي وفي تنسيقية القوى الوطنية التي تشمل حوالي 200 مكون سياسي سوداني، نرفض كل هذه الترتيبات وكل هذه الاتفاقات وكل هذه المشروعات لسبب أساسي، إن هي منهية ثنائي إقصائي يحتكر الشأن الوطني كله لفئة قليلة من بني الوطن. هذه مسألة أساسية، يعني الدساتير، الإعلانات، الاتفاقيات ينبغي أن تكون بين كافة مكونات الشعب السوداني. الدستور هذا لا تريد قحط والمجلس العسكري أن يحكما أنفسهما، هم يريدوا أن يحكموا السودان، أن يريدوا أن يحكموا الشعب السوداني، فلا بد أن يستشار الشعب السوداني في هذه الوثيقة، ولا بد أن تستشار مكونات المجتمع السوداني في هذه الوثيقة. فإذا لم تستشر واتخذت أو وضعت بمنهج كما قلت ثنائي وإقصائي، ده بيقودنا لشمولية مرفوضة، لأن نحن أصلا الثورة هذه قامت من أجل القضاء على الشمولية والحكم الاستبدادي، وهي ثورة يملك الشعب السوداني وجماهير الشعب السوداني، فلا بد أن تكون محصلتها أنه يستشار هذا الشعب أوسع شورى ممكنة. طبعا إذا في إمكانية أنه نستشيره بانتخابات باستفتاء بكذا، يكون مسألة مفضلة ومحبذة. إذا لا، ما في طريقة، لأنه فترة انتقالية قصيرة محدودة كذا. إذن على الأقل يعني نستشير المكونات الحية في الشعب السوداني، اللي هو قواه السياسية، الحركات المسلحة، القوى المجتمعية، الزعامات، أهل الرأي العام، ما إليها من يعني فئات وشرائح للشعب السوداني، حتى ينشر حتى الثورة. يعني هؤلاء الشباب الذين صاروا وضحوا بدمائهم القالية الطاهرة الزكية في هذه الثورة لم يستشاروا. غرفة مغلقة جلسوا فيها 6 أفراد من الحرية والتغيير ومن المجلس العسكري، وجاءونا خارجين بوثيقة قالوا هذه هي دستور السودان، أو الدستور الذي ينبغي أن يحكم السودان في الفترة الانتقالية، وفي فترة طويلة جدا. يعني فترة حكم، دورة حكم كاملة، دورة انتخابية كاملة. كيف تحكمني أنا بوثيقة لم أستشر فيها أصلا؟